فول يا ودي فول. فول يا فول. ان بخس عليك يا بابلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بابلو. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ طبعا اتفضلي. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. سباب بقى، ما احنا كنا سباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجة ولا تتعشي؟ تتعشي ايه وانت عندك لقمة؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشوا. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري؟ ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل اول مرة اروح لراجل عازف في بيته، وانت كمان خارج لنص في ملط، وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس. هذا عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، انا هغير هدومي ثانية واحدة واجي الحبس. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. سلام. السلام. السلام. قلت لك ما تركز عشان ما تهيس مني. روح. بلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه بس؟ طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني يلا. حط صباره كده وخلصني. ده فن وحش. ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا بلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امريني يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت امر فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع غير. فيسكوز. شغل لنا حاجه كده لو وقت. عينيا. الله يخليك يا حلو. اسمعي بقى، فاجئني بقى. بتعجرم الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي. فرفشتني يا بابلو. يا سلام، عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. لا قول لي يا بابلو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك يعني بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي، طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ هو انا طرطوره؟ يا نهار اسود. حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمي مين؟ انتوا مالكم؟ سيبوه هو. ايوه مالكم. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه؟ ده انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي
هجيب واحده جديده ودي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا، روح انت بقى يا بول. ده كلام، اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقتش بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى، اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. اروح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان انت حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده؟ ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف، ايه كده؟ الله، ايه كده؟ يا كمان يا كمان لا لا مش خفيف يا عيا تعال فرحان. الله الله الله، كنت برويلي كمان مش انت جيد ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل يا واد حرام عليك، تل بيكون النزلة شعبية بس بقى كفايه، الراجل هيكمل. يا ريت مش يا ليمون، كفايه كفايه، الراجل هيكمل. اوكي فبلاوي امشي من هنا في بجلدك. يا الله امشي امشي. ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله، خمس سنك كام؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس، تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زيه بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقولك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامة. قشطة، براحتك. سلامة، ما براحتي يا حبيب. باي باي. بجاهية. انفل بجلدك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي حاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجة فينا على طول مرة. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري يا فجري يا غريق الحي. صديقي انني اسم من وراءه رايحة الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لبطيء شكلك ولا وشك. تقتله يا المرأة. انا الذي ساقف له لاحدة. تتقفين له؟ ايوه. هي الساعة كم دلوقتي؟ مش عارفة بس اقف له. تتقفي عنك. هيا بنا. هيا بنا. هيا المرأة. تقتلك. تعال ايها المرأة. يا خلانوسه، ما هو اللي جرالي علمني، لان المره اللي فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه. اي حاجه دايت. لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم، يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظني عارفه الاستاذ. هذه المعرفه، ده ابويا، ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. استاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص؟ عالجدار عالجدار الفار خمس يا عالجدار، ودي قادرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة بالساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايه يا جزار؟ ايدك يا استاذ يوجي لو سمحت. حاضر، فاطمة دي بقى. قول ورايا زواجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياه ياه تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. استاذ انا عايزك لوحدك. مستعجلة ليه؟ الايام جايه كتير، هنقعد لوحدينا يا راجل. اتوكس. يلا. طب بعد اذنك يا فندم، ممكن تسيبونا لوحدنا؟ من حقكم، اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا يلا.
هذا احنا بقينا لوحدنا. بيبلاوي يا ليل العين البيبلاوي، احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ انا خايف عليك. في ايه؟ انا متجوزه من تحت. من تحت الارض متجوزه جديد. واحد في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. طيب يعني بيسافروا يعني دول طيبين، مفيش منهم خوف. انا خايفه من التالت. وده مين؟ من جنوب افريقيا. الله، وانت واخده توكيل جنوب افريقيا؟ خايف عليك يا زوكا. الله الله الله، انت جيت على السيره يا احدب. احدب؟ لا، يتجوزني ايه وانا ناقصه رجاله؟ ما كنتش اعرف ان حضرتك مرتبط بيها. تبوته؟ بوته، لكن اللي عملت لا. ايوه ايه اللي عملت لا؟ لا يا واحد، انا اللي هقف. لا 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 يا ورد، يا واسي في البشرات، يا نهار اسود. يا سيادة المأمور، يا سيادة المأمور. الله عليك، فكرة تجنن. انا فعلا من زمان نفسي قوي في الاكله دي، بس ما جبتش مدام شهيرة وسلمى ليه معانا. شهيرة؟ يا خبر ابيض، دي منع دخول الكوارع البيت، وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتقرف منها. انا صحيح يا عم، انت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده احسن واحد في مصر يعمل لحمه راس. اتفضل. جبتلك شوربة كوارع مخصوصة فؤاد باش عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش يا عمي، أنا ماليش في شوربة الكوارع، أنا ممكن أضرب عكاوي. اضرب عكاوي، بس الأول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال، أنت عارف دي تعمل لك إيه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي أنا زي الحديد من غير شوربة الكوارع. أنا شوربتي جاية. طوعني مش هتندم. أنا عايز أندم يا عمي، مش هشربها. أنا بقول لك اشربها. أنا بقول لك بس. بس ولا تزعلوا نفسكم أنتوا الاتنين. الشوربة هي. ايه الصوت ده؟ انت اللي حتدخليني النار. عنايات اعملي لي شاي دلوقتي يا بيه، لسه داخل على واحده. معلش اصل انا شوربه الكوارع مسخناني قوي وتعبان شويه. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد، مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجاله اللي في سننا، دي فيها جلطه، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو تفس هو كمان. اتفضل يا بيه. جاتني؟ بنت عنات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا اصل ما تجيب بوسه. ايه يا بيه اللي انت بتقوله ده؟ عيب كده. استني عيب كده، انت فاكرني ايه؟ افهمي بس، افهمي، انا فاهم. اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسه. يا لهوي، عيب كده يا بيه؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ ما هي دي المعجزه يا بت، اسمعي كلامي. تعالي، راحه فين؟ تعالي بس، هاتي بوسه. انت ما تعمليش حاجه، افهمي. لا يا بيه، عيب كده يا بيه. وطي صوتك يا بيه، عيب كده. يا ده صديق، ايه الحاني؟ يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه المراهقين؟ يا بابا اهدى اهدى اهدى، ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش علقات، بابا في سن اليأس. معلش يا شير، انا في قمه مجدي. خلاص علقات، حقك حقك علقات، خد خد علقات. معلش حقك حقك علقات. انا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطيب بطيب بخاطرها. انزلي بابا. يا بابا يا بابا انزلي بابا. افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لها بيت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية، أحيت فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنت الناس برضك يا بيه، كله إلا كده، أنا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي، إحنا هنعمل اللي أنتِ قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك إيه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطة وتصلب شرايين. إحنا لازم يا حبيبي نديله حقنة دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنة دي هجيبها منين دلوقتي؟ أنا أعتقد إن بنتك على طول شايلاها معاها علشان التمرينات. أنا عارفة إنها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. أنا هروح أسألها وأنت انزل دور في الحمام. يا بابا إيه الأخبار دلوقتي؟ بتفرق التلج ده
هيجيب نتيجة. هيهديك شوية هيهديك شوية. حاسب ايه دلوقتي يا بابا؟ نار 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 عمالة تزيد. نار نار يا بابا، ده انت شوية وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين جديد. لا يا بابا انت في حتة جي مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ ايه ده بابا اجمد شوية اجمد، ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبة مصيبة. عمي انت مين قالك ان بابا في الحاله دي؟ انا هات حكت لي. يا دي الفضايح يا دي الفضايح يا دي الفضايح. علي شفوات شربة سكر، دي كانت فكره منيله. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربه برضه عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص. حقنه ايه يا عمي؟ ثانيه واحده. ايوه الحقنه اهي. حقنة ايدي يا عمي؟ دي للشد العضلي هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا يا نهار اسود. لا ايه ده ايه ده؟ يوه انت بتبص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل زي الفل. حازم انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، اللي زعلني قوي الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده، انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقنه السكر؟ هو في حقنه السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت يا بابا. بابا قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا ما تيجي اطلعها ونخلع من الليله السوداء اللي احنا عايشينها. نعم انت جننت. والقرض كمان في مشكله، رؤوف لسه مكلمني من الشركه بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شويه طلبات وضمانات. امال الجوازه الهبله اللي انا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازه، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا التفاصيل دي عضتها اقوى من عضه الديناصور 100 مره. هو باين باين. واكتشفوا كمان ان اللي يجي جنب بنتهم يقطعوا اسنانهم. طب واللي يجي جنب ابنهم بابا فين امال؟ وهتورط ابوه ايه؟ انت مالك؟ ما جاز خلفتهم كلها بنات. يلا من هنا يلا يلا. ده بقى الضب المصري لسعه من ديله بألف كرباج. على فكره حماك ده يا اما ساد يا اما اهبل. ايه رايكم؟ حاجه جميله مش كده؟ هي جميله بعقلي يا فؤاد. قول لي هي دي الخلوه بتاعتك؟ طبعا انا لما احب اهدي اعصابي اجي هنا في وسط التعابين والتماسيح. امال لما تحس تتوتر بتروح فين؟ الدريم بارك؟ ايه ده كتاب لهب دي؟ ايوه ايوه. بقول ايه؟ يا ريت تخليكم انتوا الاثنين هنا تهدوا اعصابكم وانا هروح البس طاسه الخضه في الاوضه. قول لي يا حازم. ايوه عمي. انت اعصابك متينه ولا في حاجه مقصره عليها؟ انا اعصابي زي الحديد عمي، بس ابوس ايدك نمشي من هنا. هنا بقى ركن النباتات والزهور النادره. دي مثلا اسمها الزنبقة السوداء. عمرك شفت زهرة سوداء؟ لا. هذه ثمنها 10,000 دولار. اوف. ايه ده؟ اهدى. قول لي يا حازم. ايوه عمي. انت متأكد ان اعصابك حديد؟ عمي انا اعصابك كويسة والله العظيم. شوف يا بطل، ليك عندي هدية زنبقة لو جبت لي بيبي صغير. عمي انت مش متخيل، انت زنبقتني باكبر زنبقه اتزنبقتها في حياتي، هي بنتك المصون سلمى. ده البيس والبروس دي بتاع عندي عملوه الابارسه، ولاد الابارسه مش عايزين يصدروه. عايزين يصدروه. ده البيس حلو جدا. ايه انت لسه صاحي؟ اضرب بقه كمان، بس اضرب بقه كمان. ايه اللي مصحيك؟ تعالى فيلم لذيذ قوي بيضحك موت. الله عندك حق يا بابا، الواحد محتاج يفصل من البيت الكئيب اللي احنا عايشين فيه ده. اضرب ينفع؟ بقوا ثلاثة. سمعنا صوتكو، قلنا نيجي نقعد معاك. اهلا اهلا. وانا بقى جايبالكو فيلم يتجنن مش هتنسوه في حياتكم. طب شغلونا بقى يا ماما، ولا بلاش بلاش ليكون حازم عاجبه الفيلم ده ومتابعه. لا 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 براحتكم، ده حتى الفيلم مش قوي يعني. اتفضلي. اوكي اوكي هتنبسطوا جدا.
بابا نعم اقصد لا بابا احلى منك طبعا طبعا النسكافيه بتاع حضرتك سكر زياده شكرا مين دي الشغاله اذا كانت الشغاله كده مال العروسه تبقى ايه بقى يا معلم شوف انت بقى مساء الخير تعالي تعالي على مهلك تعالي اتفضلي ادخلي اتفضلي يا عروسه ده النسكافيه خير يا جماعه كل ده خير بس اللي احنا اتفقنا انك تلبسيه انت مش قلتي البس ملون ما هو ملون اهو سلمي على بدران بيه وحازم اهلا وسهلا عيش لو واخذه بقى اهلا 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 اتفضلي اتفضلي سلامه رجلك يا بنتي شفت كنت بلعب في التقسيمه فتحت سبرنت قامت بنت على هوطه قصاني وانت يا حازم غاوي كوره زي سلمى كده في الحقيقه عمي مش قوي بصراحه على فكره الراجل اللي الكوره ما بتجريش في دمه يبقى ما عندوش نخوه طب مش نغير بقى موضوع الكوره ده هو في احلى من الكوره واللعبه الحلوه قول لي بقى بتشجع مين في السلساو السلساو هي السلساو نفسه الحقيقه انا مش متابع فرق الاقاليم يا نهار اسود مش عارف السلساو منتخب البرازيل ده انت جاهل جاهل يعني الحقي بنتك هتطفش الراجل ده ما كانش طفش اساسا طب انا بقى هقوم اجيب لكم التورته اللي انا عملتها بايدي علشان ايوه قومي معايا يلا قومي يا بنتي قومي 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 يلا على مهلك على مهلك عايز تجوزني لعيبه كوره ودي بقى لما حد عملها فرحه اعمله فين في الصاله المغطاه يا ابني انت فاهم الجواز غلط انت محتاج زوجه تقف جنبك كتف في كتف دي مالهاش غير في الكتف القانوني ودي بقى لما اعرفها باصحابها اقول لهم ايه المدام ليبرو تقدر تقول لي واحده زي دي هتجيب لطافه ورومانسيه منين انا حازم بدران حلم اي بنت مراهقه هيحصل فيه كده ايه حازم بدران حازم بدران يا سلام يا اخويا انت فاهم يا انت انت الوحيد اللي مقطع السمكه وديلها يا 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 شو بدران بقى انا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحده كانت تقع في دباديبي على طول ومع ذلك لما جيت اتجوزت امك قصدك مامو وحشه جدا ايه قصدي انا حزين جدا على فراقها يا ما وقفت جنبي وقفت راجل ايوه بابا مامو وقفت جنبك وقفت راجل انما انا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه حازم يا ابني انا هجيب لك من الاخر المصنع ممكن يتقفل في اي لحظه يا حازم وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس من العبيط الحل الوحيد قدامنا اننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه ابو سلمى ده الحكايه كده عشان الشغل عسيد على مستقبلي لا يا بابا ده جواز ده جواز يا بابا انا قلت لك اتجوز دلوقتي شايف المأذون على جنبي احنا مش اتفقنا معاهم على فتره التعارف خلاص مساله في ايدك انت طول في فتره التعارف دي على قد ما تقدر لغايه احنا بنخلص المصلحه ونخلع احنا هنستنى البطه عند البراميل اللي هناك دي البنادق ادي اول بندقيه رش ايوه وادي تاني بندقيه رش ايوه وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش ايوه حاسب انت هتصطادنا انا هنقعد هنا كتير انا بقيت شبه الخيارة المخللة ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده الصبر يا بدران وطي صوتك ليه يا عم انت موطي صوتك ليه الله فيه بطي ببنقى البطي ده يا عم تعال نصطاد سمك ونصطاد ليه من اساسه تعال اعزمك على اكل السمك معتبر عند قدورة
هجوم امتى ان شاء الله؟ شش، هجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدشمه دي كتير. هو سيد البط كده، انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. شش، اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط والبط حساس جدا. مش قلع النيله، بقول لك اقلع. طول على النضاره واقلع الساعه دي كمان. انا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك، الاوستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ مساء الخير. مساء النور. الورد ده لأحلى ورد. شكرا قوي. انت جاي لوحدك؟ لا طبعا. فريد، تعال يا فريد. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اهلا اهلا وسهلا. خطوه عزيزه. ربنا يخليك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اقعد. هيان تعال يا حبيبتي، ما تكسفيش. ازيك يا هيان؟ ما تحيجيش اكتر من كده. نويت يا عم فايد. ازيك يا بنتي؟ الاوقات اللي زي دي بيبقى دايما فيها كسوف. طبعا طبعا يا طنط. هو الحقيقة انا مش عارف ابتدي منين. من غير مقدمات، اشوف يا استاذ فريد، انا مش هلاقي البنت هيام عريس احسن من ابنك وحيد. ولا ايه النوم؟ ما تكسفينيش يا مامي بقى. الله، وحيد مين يا بابا؟ مش عارف يا هانم. يا هانم في سوق. قومي هات الشربات يا حبيبتي. كان نفسي المرحوم بابا يحضر معايا اللحظه السعيده دي. انا كان نفسي المرحوم ابوك انت اللي يحضر المناسبه دي. عن اذنكم هفتح الباب. بقولك يا بابا، يا الست دي بتتكلم على ابوها ليه؟ ابوها الله يرحمه ماله بالموضوع؟ انا شكلي عايشين الليله ولا ايه؟ الست بتعيط، ما اقدرش افهمها دلوقتي، تصدم. هفهمها واحده واحده. اهدى بس. اهلا اهلا اهلا. ايه يا بابا؟ خالت العروسه. خالت العروسه. خالت العروسه. ولد العروسه. ولد العروسه. اسمح لهم يا بابا. انا هتكلم اهو. قول يا بابا. اشرح لمين ولا مين؟ هتكلم يا بابا، ما ينفعش كده. هتكلم مين ولا مين؟ اديني فايس. استنى يا بابا لحد ما اخلص. طب يا كده بقى يبقى مبروك يا وحيد. من قلب ست النيله. إيه؟ انا كده انتهيت ولا ايه؟ ايه ده؟ مفيش حاجه. ايه انتحر واربي لك نفسي من فوق السفره عشان ترتاح؟ ليه بس يا ابني؟ اكهرب لك نفسي عشان تخلص مني؟ لا يا ابني. امال اعمل لك ايه؟ لا اعمل معروف، ما حصلش حاجه لده كله. بقول لك يا بابا، انت مش تكتب جوابات حب وانا بدبس واتجوز يا بابا. اخرس يا حيوان، وطي صوتك، بلاش فضايح، حد يسمعك. بقول لك ايه؟ عاوز ايه؟ انت زي ما دبستني في الجوازه دي تخلصني منها. هخلصك يا اخوي، احنا لسه على البر، لا اتفقنا على ابيض ولا على اسود. يعني ايه؟ يعني اسبوعين ثلاثه ونفسخ الخطوبه كان المشوار ده ما حصلش من اساسه، واديني رجعت الورد معايا. خلاص. ليه الدموع دي بس؟ دموع الوكس يا بابا. انا كمان يا ابني توكست. انا خايف يا بابا. ما تخافش يا حبيبي. انا خايف. ما تخافش يا ابني. شفت عليك عاملين ازاي؟ اكتر من كده وزيح ربنا. ايوه قالت قبل كده. دي قمه في الاحساس. اللوحه بتتكلم. سامع حضرتك؟ بلاش مبالغه، دي لوحه بسيطه جدا. اسمحي لي اقول لك يا هانم، انت موهبه مرميه في العماره دي. ربنا يخليك. سوري على لفظ مرميه، انت موهبه مدفونه في العماره دي. ايه الجو ده؟ رومانسيه وكده؟ حياتك وحيد، انت بتزعق ليه؟ انا بحب ازعق في الاماكن الهاديه يا ستي. متر بيحا بيحا، وطي صوتك. انا مقمر وشارب خمره. انت بتشرب خمره؟ انت فايز احلام يا رب. ويا ترى حضرتك اللي بتختاري الالوان ولا بتيجي معاك كده؟ تيجي معايا كده؟ لا انا اللي بختار الالوان. انت فظيعه فظيعه فظيعه، حتى العقد نفسها قطعه فنيه. ده الذكرى اللي فضلاني من مرحوم جوزي. اصل كان كل ما يخلع سنه احتفظ بيها، لما مات لقيت عندي طقم، عملت عقد بحس بالامان اول نفسها. يعني دي اسنان جوز حضرتك؟ انت كنت متجوزه جمل بقى. ممكن فنجان قهوه؟ واضح ان الكلام بيننا هيطول. حاضر هعملها حالا. امور يا فندم. من فضل حضرتك، كنت اكلت قبل كده حاجه عندكم؟ مش هتشطه كده؟ لا
ما بحبش الشطه، انا تعبان بتعب منها. الدكتوره قايله ما تاكلش شطه. خلاص بلاش، بعد شويه بعد اذنك. شكرا. وحيد انت عصبي كده ليه؟ ولا عصب ولا حاجه يا ست. وحيد انت بويجك ايه؟ لا ثانيه واحده انا هعرف. يا طايه انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي؟ سكني سكني، واخد ناصية كمان. واو، ايه الكلمه اللي اولها ب واخيها كيف؟ مفتيك. من فضلك ثبت حواجبك، مش عارفه ارسمك. انا مش بالعكس، ده من البرد. كان يا مكان، كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد، وعيوسته اسمها هيام، وتوته توته خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ تصبح على خير يا انسه هيام. تصبح على خير يا حبيبي. حبيبي ليه بتغيظني؟ رب رب، معجزه من عندك يا رب. شكرا يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بابا هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. وحيد تفهمنيش غلط يا ابني، ده انا لوحه بترسم. بص. ايوه صدقني يا حبيبي، باباك زي ما قال لك لوحه. اتفضل قدامي يا بابا. حبس هدوم. لا يا بابا، زي ما انت كده بجنازيرك. اتفضل قدامي. تفضل تفضل. استر لحمك، كفايه انا فضايح. انا ما عملتش حاجه تحرك يا وحيد. دفعت لك كام يا بابا علشان تقلع هدومك؟ لا ما تقولش كده، انا اترسبت بمزاجي وببلاش. انا اتضحك عليا، كتفت يا ابني. وحيد وحيد، كنت هتفضل كده مش عاوز تبص في وشي. انا ممكن اريحك مني. ايوه انا حرمي نفسي من بير السلم. بابا بابا قلت عليك يا جبان. يا بابا ما انت عمال تترسم وتلف جنازير حوالين صدرك، عملت لي ايه في المصيبه اللي انا اتدبست فيها؟ بالنسبه للمصيبه دي ما تقلقش، يعني رسمه كمان وهخلصك منها. تخلصني منها؟ ايوه طبعا. الو مين؟ اي مين؟ مين اللي مين؟ مين الكريم؟ انتوا هتهزروا على الصبح؟ احنا فاضيين. هو حضرتك نيلي كريم فعلا الممثلة؟ والله صوتها بيقول فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ده صوت الغسالة، اصل انا مشغل الغسالة. نعم؟ يكلمك كمان ساعة؟ حاضر حاضر، يكلمك كمان ساعة. مع السلامة مع السلامة، ألف سلامة. قوم يا سي رغب يا علامة، قوم يا أخويا، قوم قوم يا أخويا قوم. يا بابا حد ساعة حد بالشكل ده؟ نيلي كريم عاوزاك تكلمها بعد ساعة. إيه؟ نيلي مين؟ اعمل حسابك، الفطار ده لو خلص مش هعمل فطار تاني. شوف مين، افتح الباب. صباح الخير. في ايه؟ ايه يقيت يا ابني، انت هتفضل سايبها على الباب؟ اديها سكه. اتفضلي يا بنتي اقعدي افطري معانا. حسبي الله ونعم الوكيل. متشكيه يا عم. ايه اللي معاكي ده؟ ده كلب جايبه هديه الوحيد. كلب جايبه هديه الوحيد؟ يا ابني يمكن لغوا الورد. الكلب ده ظروفه صعبه، مجهول النسب، وما لقيتش غيركم تحتضنوه وتنقذوه من الضياع اللي هو فيه. وماله يا بنتي؟ الكلاب لبعضيها، قصدي الناس لبعضيها. الكلب ده ماله؟ عنده ميه الجلدي جايبان. انتوا جايبان كلب جربان؟ انتوا خايفين كده ليه؟ مفيش حاجه، انا جايبه الدواء معايا. كل اللي هتعمله يا عمو انك تيونج وتسقسق، تيونج وتسقسق، هيخف على طول. عموما يا بنتي هي هديه مقبوله. خد يا عم. خد منها كلب وحيد. عن اذنكم بقى عشان عندي شغل. وحيد الكلب الجايبان ده اختباري، اذا عملته كويس هتطمن على نفسي معاك. عن اذنكم. يا خبر اسود قنيل، انا عملت فيك ايه علشان تنفذ ده كله؟ انا عملت ايه طيب يا رب؟ اهدى
ولده وحيد. يا نهار اسود جايبه لي كلبه جربان هديه. انا خايف في عيد ميلاده تخش عليها فرخه عندها انفلونزا الطيور. ده ايه ده مش هيحصل. انتحر وارمي لك نفسك فوق السفره عشان ترتاح. وانا عندي غيرك. هتهرب لك نفسك عشان تاكل فلوس. انا امشي يا ابو امال اعمل ايه طيب يا بابا؟ خلاص هات الكلب هات الكلب. بس انت اهدى اهدى امشي بقى. والله على عيني على عيني ادينا رميت الكلب. ما تهزش الباب. شوفي كده مين. الو الو اكلم انسه نيلي لو سمحتي. اما من فضلك قولي لها الاستاذ وحيد فريد. الاستاذه بتقول لك عاوزها في حاجه مهمه. عايزها في موضوع ضروري جدا. حياه او موت. حياه او موت. طب خلاص خليه يجي هشوف ده عايز ايه. متشكر قوي متشكر قوي. مسافه السكه على طول. مع الف سلامه. تيجي معايا فين يا بابا؟ نفسي نفسي اشوف نيلي كريم. يا بابا ما ينفعش ده شغل. منحاف من بعيد ما شاء الله. يا بابا تشاور لها احنا في المطار. مش هينفع يا بابا. عشان خاطري نفسي اتصور معاها على الموبايل بتاعي. يا بابا ما ينفعش اللي انت بتقوله ده صعب جدا. عشان خاطري عشان يا بابا صعب. عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. خلاص يا بابا ماشي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. بلاتو واحد. بلاتو واحد. ايوه حضرتك بلاتو واحد. عايزيني في بلاتو واحد. نيلي كريم. نيلي كريم. اسم حضرتك ايه؟ وحيد فريد. وحيد فريد. فريد وحيد ابوه. لا فرح ده اهو. شوف شوف فريد جنبك على طول. الاستاذ وحيد فريد. حضرتك انا. ايوه انا. طب اخر باب على اليمين. طب وانا وانا. لا اسم حضرتك مش موجود في الكشف عندي. طب يا وحيد قول لي نيلي كريم هيشيل بابا على الباب. ابعتها لي بسرعه. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد وكمان بتغلطي في اسمي. انا وائل جوزك يا فاكره. سامحني يا حبيبي. اسف جدا. وحشتك. سوري. وحشتك. معذره. صوت ابني وحيد. يا جماعه يا جماعه الحقونا يا جماعه. مستوى التمييز في مصر بقى منحدر. الشفا ان شاء الله. ايه اللي انت حطيتيه ده؟ ده حمض كبريتيك مركز بنحطه للحماي لما يبقى مجيوح في قصه. اتفضل يا عم. بتحطه للحماي لما يبقى مجيوح في قصه. وماله الحمار مش بني ادم زينا؟ في ايه؟ معلش يا عمي دايما كده ظالمني. يلا افتح بقك. يلا يلا افتح جياش. ايه ده؟ افتح الجياش. ايه ده؟ ام 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 يلا اوبا بالشفا. ايه مالك؟ ايه اللي انا خدته ده؟ دي تيكيبه عبايه عن بياض البهايم مضاف ليها بكتيريا تعفن. بتتكلم يا عم انت ساكت لها كده ليه؟ هضربها هضربها. الحقنه دي بقى اللي فيها الخلاصه. ودي طبعا حقنه الكنغر صح؟ هنهيط كمان في الحقن. اتدوي اتدوي. يلا انا بخبي الحقن. بس بخبي الحقن وعم باباكي شكه يا باباكي شكه وخلاص. خلاص ولا لسه؟ لا انت اللي تقولي. انا لسه ما حطيتهاش. الحقنة اللي بتسهل دي حقنة بول الإبل. بول؟ أيوة بنديها للطوي لما يبقى هايج. بس أنا ابني ما كانش هايج للدرجة دي. اطمن يا عمي إن شاء الله بكرة الصبح هيبقى زي الأيد. أيد ولا طوي؟ ده أنت لخبطت الحديقة كلها. شكرين يا بنتي. أنا لسه شرفت ربنا يجيب العوائل سليمة. إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. إن شاء الله هعدي عليكم بكرة الصبح عشان أطمن عليه. بلاش الصبح بنبقى نايمين لسه. خليكي ما تعبيش نفسك لغايه ما نبعت. خلاص اعدي بكيا الظهر. بنبقى مقايلين بعد اللقمه شويه. خلاص مطيه بات هنا. انت باتي هنا فين؟ في حمارين في الشقه هتباتي في وسطيهم ازاي؟ احكي لي بنتي اللي حصل النهارده في الاستوديو. الولد اللي كان المفروض يقابله اسمه وحيد ده. مش عايزه اقول لك ما عرفتش اشوفه خالص. لا بتهزري؟ اه والله. طب انت معاكي نمره تليفون؟ اه ما تجربي تكلميه يا نيلي. Ah!
مالك يا وحيدة؟ انت بتقرش كده ليه؟ في ايه؟ جالي جرب يا بابا، جالي جرب. جالك جرب؟ انت كهاب، هو الكلب ده رجع تاني؟ مش تقول ان الجرب بتاعه معدي؟ اتصرف يا بابا، انا جاي اسمع عيد نار. طيب انا هجيب المسر اللي هي جايباه، امسره وامسلك. دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. نلمة ازيك؟ لا بسيطة خالص. لا مستشفى ايه؟ مش مستاهل، انا كويس. انا في البيت. انت فين؟ انا وصاحبتي بناكل في مطعم اكل ومشطش. احنا لو ليك في الشطه تعال. شطه؟ شد ايدك فوق يا ولد، شايفك، انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ اه ايه قاضي؟ انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا قاضي، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بصي في وشي ولا وشي مش عاجبك يا قاضي؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسكت في كتفي؟ اتجننت؟ عاوز تخرم كتفي؟ دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ؟ ده انا قطعت، عارف يعني ايه قطعت؟ خلاص يا بابا خلاص. خلاص بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي. حرام. اوعي. حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام، ادخل ادخل. بس حطاري عيني بتاع اللي في ايدك انت اخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ اعمل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا، برمي براي عليك. ادخل يا راجل بقى، ادخل ادخل. حاضر حاضر، اتفضل يا بابا اتفضل. شفتي بيحلف طاقية ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحة، اكسرها اكسرها يا جبان. كاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ كأني يعني انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض، انت بتطردني برا البيت يا بابا؟ مين؟ حضرتك عملت ايدك كده دلوقتي ناحية الباب، يعني اطلع برا؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا؟ يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم، يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا نهر؟ خير، اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض، وعماله تبص لك يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص. وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين؟ وعلى غفله قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شده من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك بره اللجنه ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنة اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مره تانية وابوك يرد عليها. بره. وطر 7 6 6. الو فري، ازيك؟ معلش ما عرفتش اكلمك الصبح. بقول لك ايه، هو احنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا ايه؟ طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. اصل انا ما اعرفش يعني انتي طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا بيضه ولا سمره، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول؟ انتي جامده جدا بقى على كده. بنت خالتك ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزة حمرا. ماشي باي باي. تبين عليها جامدة اوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو
ولا زوزو. ولا عزوز. ايدك تنشك في ايدك يا رماد الطوبه. امسك الولد ده. خد ولا ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبه لك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه. انت يا واد يا عزوز انا الطين. كلم يا ميدو. في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طعم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيب لي نملي شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزه زفهم موزز. يلا هغير هدوم واجي لك على طول. ايه يا عم انت ده؟ انت بتنادى عليك كده ليه؟ وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يالا حلوين. يالا حلوين. انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون يالا عزوز اصلي. تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه. بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يالا وديت عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا ايه؟ قشطه. رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد يالا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. سمعني بحياتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمرا. حمرا؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ ولا عزوز ايه؟ ايه البلوزه الحمراء واقفه هناك اهي. خش بقى بس. مش رقم تليفونك برضه 7-60-3-3-4-6؟ اسمه وانت 5-5-3-5-0؟ لا 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 دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما تتهلوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر. يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس. وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها. اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا بس عليك يا ميدو. يلا ما تعطلش هتيجي يعمل حزين. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? إيه ده في دبان في وشك ولا إيه؟ ايه في ايه انت بتبصي لي كده ليه؟ وانت مش عارف اللي انا حاسه؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه What's the difference? You're standing in my bedroom, looking through my panty drawer. That's the difference. Somebody who keeps his appointments. You're married. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي معلش. My name is Catch.
ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي، يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثة كنت اديتها لك. لو سمحت، لو سمحت، في واحدة عايزة تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريدة. خلاص. ده انت معروفة هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريدة؟ مش تقولي انك معروفة هنا يا فريدة؟ ولا 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 انت يعني مجملة اهلي لما اخذها يا جماعة؟ معلش تقولي يا فريدة. ألف مبروك. طب فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى التكيدي. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل جنب أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا جنب أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. وماد أهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر. ها رواق يا مؤاخذة سعادة الباشا، الفرح بصراحة ما يليش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه يا جدع انت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفة. ما هي كلم الحاج يا تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضنه. ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه في حصاله اعراض؟ ايه اعراض ده؟ اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيك. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدين 19 محضر.
ايه بلدينا دي، انت متعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوصي لحظ ضابط بسيوني راح الامن في المنطقة كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلت ليش انت مين بك؟ لا على فضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا ناري سبت مغزى يا باشا اللواء بحاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته هو يعني ويتنقل على عينه وجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر. ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان صفطت مع بعض ما انت قلت له يا معفن. قال لك يا نتر يعني شتيمه. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ نجد باشا تمام يا فندم. ايه اللي جابك انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على حظاظ. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15 اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدت باشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلتلك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك الاول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبه دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك. انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل. صيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك تلبس هدومك يا باشا. يا دعوة. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهارده مثلا سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده. طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا، فين أهلك؟ ده غبي! بقى بسيوني لبط واطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ هعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه وانا ما في صحه ان ابكي الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم تعال تعال هفهمك بالعقل كده يا بيه. كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي. يعني اديني فرصه تتخطاني تروح تقابل السيد المساعد وزير الداخليه. بتورطني فيك. اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها
وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي. انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا عامل ايه متورط فيك. جامعة دي اسمها جامعة الصفا الدولية. في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيلة اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغاية دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهم يا استاذ بسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشلة. وبايز ابوهم وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه ببزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبة غريبة وتصرفاتها أغرب منها. ده بقى حمزة عبد الحق الشهير بحمزة مارتن مطرب فاشل بس عامل فرقة وبيغني فيها. إنجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة. حفلات العيال دايما في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم. والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجأك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات. وريني بقى هتستعد للمهمة دي إزاي.